ولاة العاصمة نواكشوط يذوقون ناقوس الخطر ويخرجون عن صمتهم. القاسم المشترك بينهم في ذلك هو دعوة سكان ولايتهم إلى المساهمة في الجهود الوطنية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتحذير من مخالفة تلك الإجراءات، وتوعد المخالفين بالمساءلة وبالعقوبات التي ينص عليها القانون. والي نواكشوط الجنوبية محمد للسالك مثلا حذر المواطنين من مخالفة التعليمات وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا في البلد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، وقال إن عدم التقيد بتلك الإجراءات سيعرض المخالفين للعقوبات التي ينص عليها القانون، داعيا الجميع إلى المشاركة الفعالة من خلال التقيد بالإجراءات والمساهمة في التوعية والتحسيس بخطورة الجائحة. وتضم الولاية الجنوبية مقاطعات عرفات والرياض والميناء. أما والي نواكشوط الغربية التي تضم تبرق زينة والكسر والسبخة فأشار في حديثه إلى تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في ولايته نواكشوط الغربية، داعيا ساكنة الولاية إلى إدراك خطورة الموقف على الصحة العامة. ويقول والي الولاية الشمالية التي تضم دار النعيم وتجنين وتيارت إن السلطات أقرت طبقا لتعليمات وزير الداخلية واللامركزية إطلاق حملة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة تتضمن توزيع قرابة 100,000 كمامة وكميات معتبرة من مواد التعقيم والنظافة وإلزام الجميع بالتقيد الحرفي بالإجراءات الاحترازية ونشر فرق ميدانية للتوعية والتحسيس بخطورة الجائحة وتعقيم الأسواق والمباني العمومية ومحطات النقل وغيرها من أماكن الحضور المكثف للمواطنين. وأكد الوالي أن الوسيلة الوحيدة والحلول المتاحة حتى الآن لمواجهة الموجة الثانية من هذه الجائحة هي التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والحد من الحركة والتنقل دون الضرورة.